رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام مع علامات غاديو، برنامجكم الحل بين يديك، وبغيت الحل مع الأستاذ سعيد النووي، أستاذ جامعي بجامعة الحسن الأول، محامي بهيئة الدار البيضاء، مقبول لدى محكمة النقد. مرحبا بك سيدي سعيد. شكرا سكينة. أحوال طيبة على خير؟ الحمد لله يبارك فيك. الحمد لله. كيف راك غادي في نهاية الأسبوع؟ الخميس اليوم. فعلا ملي كنوصل الخميس كنترقب يعني العطلة. نترقب سلسلة الحد ديالك. نعم بالفعل، حتى نرتاح. إيوا سيدي مرحبا. بطبيعة الحال. إذا أستاذ سعيد غنواصلوا دردشتنا وحديثنا على الكراء. اليوم ربما اليوم غتكون حلقة ختامية للكراء السكني والمهني، باش نفتحوا ملف ديال الكراء التجاري بطبيعة الحال اللي احتوى في مجموعة من الأمور اللي نوضحها للمستمع. إذا في الختام، شنو هي المعلومات المتبقية اللي يقدر المكري والمكتري يستفد منها في هذا الإطار؟ هذا هو كاين يعني ثلاثة ديال الأمور اللي خصنا نعرفوها باش نختموا هذه الدردشة القانونية. أولا الاختصاص ديال يعني المحاكم المختصة من أجل النظر في هذه القضايا المتعلقة بالكراء السكني المهني. المحكمة المختصة هي المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها المحل المكترى من الدار، اللي كتكون في الرقعة الجغرافية إن صح التعبير ديال المحكمة اللي تابعة لها، هي اللي كتكون مختصة في النظر في هذه القضايا ديال النزاعات ما بين المكري والمكتري. بعض الأحيان أنه يعني في بعض القضايا المعينة، خاصة في إطار يعني المحلات التجارية غنتكلموا عليها، قد يسند الاختصاص مثلا في بعض الأحيان إلى يعني محكمين، أنه كيدار واحد الشرط ديال التحكيم في عقود ديال الكراء من أجل أنه قبل يعني رفع النزاع أمام المحكمة أنه كيلتجئوا المحكمين، يعني كل واحد يعني يعين حكم من عنده على أساس بأنه يبت في النزاع بينهما. لكن في غير هذه الحالات أنه كتبقى ديما الاختصاص ديال المحكمة الابتدائية باعتبار هي اللي تنظر في القضايا ديال المحلات المهنية والسكنية. هذا من جهة. جهة ثانية وهي طبيعة الأحكام الصادرة في هاد القضايا. كاين الأحكام اللي كتكون مشمولة بالنفاذ المعجل، وهي خاصة يعني الأحكام الصادرة في إطار يعني الإفراغ من أجل يعني الاحتلال بدون حق ولا سند، لتكلم عن الحالات كلها اللي كانت تكون فيها مثلا تولية أو تخلي بدون الموافقة أو بدون ورود شرط في العقد، فهنا ممكن أنه المكري أنه يتقدم بدعوة إلى السيد قاضي إلى السيد رئيس المحكمة بصفة قاضي مستأجر من أجل طرد هذا المحتل، ويتم يعني شمول هذا الحكم بالنفاذ المعجل دون أن تأمر به المحكمة. وكاين ما يسمى بالنفاذ المعجل القضائي اللي قد تأمر به المحكمة في ظروف معينة وحسب شروط معينة. فالنفاذ المعجل كيشمل هذه القضايا، وكيشمل كذلك تصديق على الإنذار، تصديق على انذار بالاداء الى تم يعني ارسال يعني توجيه ارسال من طرف المكري لانذار الى المكتري على اساس اداء الواجب الكرائي ويمهله المده اللي قلنا 15 يوم ولم يقم بوفاء بواجبه او بالتزامه تجاه المكري، هنا ممكن انه يطالب تصديق او المصادقه للانذار ويكون فيه يعني مشمول بالنفاذ المعجل. وكذلك القضايا بعض الاحيان تكون يعني القضايا المشمول يعني خاصه في الاداء ديال الواجب الكرائي في اطار الموضوع كذلك تكون مشموله بالنفاذ المعجل اللي كتحكم به المحكمة، ويسمى بالنفاذ المعجل القضائي. فالفرق بين النفاذ المعجل يعني أنه تكون يعني بقوة القانون يعني بدون أن يعني تأمر به المحكمة، وكذلك النفاذ المعجل القضائي اللي يتأمر بالمحكمة كما قلنا وفق شروط معينة. كذلك النقطة الثالثة والأخيرة التي أختم بها هذه يعني الدراسة ديالنا والدردشة ديالنا حول الظاهر المنظم للعلاقة الكرائية يعني في إطار المحلات السكنية والمهنية، وما يتعلق بالآجال، لأن يعني كاين آجال كثيرة وردت تكلمنا عليها في هذا القانون. هذا كتكون آجال كاملة. من آجال كاملة وهي أن لا يحسب اليوم الذي تم فيه التبليغ، ولا يحسب اليوم الاخير الذي ينتهي فيه ينتهي فيه الاجل، يعني اليوم الاول كيتحيد واليوم الاخير اللي كينتهي فيه توا كيتحيد. وحتى انه اذا يعني وقع هذاك الاخير اليوم في, 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 في الاجل صادف يوم عطله، فيمتد الى اول يوم عمل، قد تكون عطله قصيره، قد يجي مثلا في السبت يطيح في السبت مثلا، فممكن يعني انه ينتهي الاجل حتى الاثنين. وما كيتحسبش هذاك الاثنين، كيولي الثلاثاء هو اخر اجل. معناها لما تمش وضع الاستئناف بين قوسين مثلا في اطار قضايا ديال هذا القانون هذا، فكيتم يعني يعتبر انه خارج الاجل، وبالتالي انه يحكم بعدم قبول الطلب. كذلك انه يعني بالنسبه يعني الاجل اللي كان مثلا طويل في اسبوع كعطله يعني عطله معينه غير ذلك، عطله كتكون عطله يعني في اطار العطل يعني المنصوص عليها قانونا، هنا كذلك يمتد ولو اسبوع يبقى يعني الاجل مفتوح. إذا
إذن الأجلات كيقول لنا هنا أجلات كاملة، فبالتالي أنه لا يعتبر اليوم الأول الذي يتم فيه التبليغ أو التوصل بالاستيلاء، وكذلك اليوم الأخير الذي ينتهي فيه الأجل. إذن هذه هي يعني القضايا اللي بقات في إطار المستر واختصاص. فقلنا إذن المحكمة المختصة هي المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها المحل المكترى. كذلك بالنسبة أنه يعني طبيعة الأحكام الصادرة تكون مشمولة بالنفذ المعجل في إطار الأداء وفي إطار كذلك الإفراغ الاحتلال، وكذلك أنه تكون يعني قد تكون مشمولة بالنفذ المعجل القضائي في بعض الأحيان وبعض الشروط معينة. كذلك أنه الأجل كما قلنا أنها أجل كاملة باعتبار لا يحسب اليوم الأول الذي يتم فيه التبليغ، وكذلك اليوم الأخير الذي ينتهي فيه يعني الأجل، ويمتد إلى يوم عطل إذا كان تصادف يوم عطلة، فهو يمتد إلى اليوم أول يوم عمل من يعني السنة. إذا نعم. هذه المقتضيات اللي بقات إن شاء الله تعالى يعني في يوم الاثنين بإذن الله سنفتح يعني قانون جديد أو ملف كيراء جديد يتعلق بالكيراء التجاري أو بالكيراء المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الحرفي أو الصناعي، لأنه كلها كتعلق في هذه الحرف هذه وبهذه المهن، فمشي مهن ولكن إنه حرف، وكذلك إنه يعني تجارة معينة. ف سنرى بإذن الله عز وجل يعني الإطار المنظم لهذه العلاقات بين المكري وبين المكتري في هذه المحلات هذه. نعم، وإحنا أكيد مازال مستمرين معك طبيعة الحال أستاذ سعيد النووي في هذه الدردشة القانونية. غادي نمشيو فاصل إعلاني قصير وراجعين نواصل معكم هذه الدردشة ديالنا. رجعنا لكم جديد مستمعينا الكرام مع علامات غاديو، مازال موصلين ومازال مستمرين معكم دائما في هذا اللقاء المباشر. وكنذكركم باللي اليوم غيكون عندكم موعد مع لقاء خاص مع السيد عبد الحق الخيام اللي هو مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. طبيعة الحال هذا لقاء حصري وخاص على الإذاعة القريبة منكم ميد غاديو، والموعد غيكون اليوم ابتداء من السد العشية على أساس أنه تكون إعادة يوم السبت ابتداء من الخمسة ديال العشية. فكنتمنوا لكم متابعة طيبة. وغادي نرجع عند الأستاذ سعيد النووي أستاذ جامعي بجامعة حسن الأول محامي بهيئة الدار البيضاء مقبول لدى محكمة النقد بطبيعة الحال. وبغيت الحل يمكن لكم تواصلوا معنا وتصلوا بنا على 0522 46 72 50 51 أو 52. أيضا يمكن لكم تواصلوا معنا عبر الاسماس بكتابتكم حل خليوا فراغ وصفتوا السؤال ديالكم 50 80. ثمن الرسالة 6 ديال الدرهم احتساب الرسوم. أيضا يمكن لكم تواصلوا معنا عبر الفيسبوك والصفحة الرسمية للبرنامج واللي هي الحل بين يديك. اليوم غنقرا واحد الرساله اللي فرحتنا جميع، وحنا سعداء ان نكونوا بطبيعه الحال سبب ان نحلوا لكم مشاكل في حياتكم اللي كتارقكم، وهذا الشيء كيزيدنا تشريف وتكليف بطبيعه الحال. واكيد ان كنا سعداء جدا ان نكونوا قدرنا نوجهوا هذا الشاب بطبيعه الحال يعني ويوجهوا الاستاذ سعيد النووي للحل، مشكور على ذلك بطبيعه الحال على كل هذا التعاون ديالو وعلى هذا التواصل ديالو اللي يخطيك. اذا انا غنقرا رساله ديالو لأنه من كشين ستنيها طبيعة الحال. هو إبراهيم كيقول لنا كنت جد مسرور وسعيد أنه مررت مشكلتي في برنامج المميز والمفضل حل بين يديك بخصوص معضلة صحيح في المنظومة التربوية على ميد راديو، وكان تختمت بي الحلقة في دقيقة 42. بعد المناسبة كنشكر الدكتور المحترم والمتواضع سعيد النووي الأستاذ الجامعي والخبير القانوني الممتاز لأنه تدخل لي شخصيا بخصوص هذا الموضوع جزاه الله خيرا، وبفضله اتخذت الإجراءات ضد الموظف بنيابة السخيرات تمارا من طرف الوزارة لأنه أساء معاملتي. والآن الحمد لله بدأت التحضيرات ديال الدعم المراجعة لأنني غادي نجتاز إن شاء الله امتحانات البكالوريا الموسم القادم 2016. الله يسهل عليك يا رب. والله إذا دابا تقشعرات بصفة مترشح حر من أجل الحصول على شهادة البكالوريا لأنها مبتغى كل تلميذ وتلميذة بهدف فتح أمال ومستقبل. فادعيوا معايا وبغيت نقول لكم من جد وجد والله يسر ليك ونتمنوا لك خير بإذن الله، ونتمنوا أنك تصل بنا ونسمعوا صوتك، ونتمنوا انك ان شاء الله تكون من المتفوقين وتحصل على هذه الشهاده اللي غتفتح ابواب كثيره قدامك. فبالتوفيق وبالنجاح باذن الله، وهي فرصه بطبيعه الحال باش نشكرك على هذه الكلمات الطيبه. وحنا سعداء ان نسمعوا باللي تحل المشكل وباللي انت الان بكل حماس وبكل يعني بجميع الصفات الايجابيه كيوجد ان شاء الله باش يجهز الامتحان. وبالفعل يعني الفرحه الكبرى ان شاء الله تالي غنتظروها جميعا وهي الحصول ديالو
على البكالوريا بإذن الله إن شاء الله بإذن الله الجامعة وحدة. لماذا؟ أنه يستمع لنا الآن يعني شخص معين له قلب رحيم أنه يتكفل بهذا الشخص لأنه حتى ظروف المادية ظروف يعني جد متواضعة. فيعني إنسان اللي أنه فقد اليأس في واحد الفترة معينة الحمد لله يعني كان فقط الأمل اللي عنده أنه اتصل هذا الأمل اللي كان بقى عنده أنه اتصل بإذاعة معينة هي إذاعة ماد راديو. فبالتالي أنه الحمد لله أنه استطعنا بإذن الله وبتوفيق دياله وكذلك العزيمة دياله كذلك لأنه قام مجموعة الإجراءات اللي ما ممكنش نقوم بها أنا ولكن قام بها هو شخصيا. فأنا فقط كنت في إطار التوجيه والتأطير. فالحمد لله أنه وصل المبتغى دياله أنه الآن الحمد لله يعني في سكة يعني النجاح بإذن الله أنه بداية الطريق. فإن شاء الله تعالى لما لا أنه في إطار الدراسات الجامعية بإذن الله أن يكون شخص آخر اللي قادر أنه يتكفل به ماديا لأنه حكى لي هذا الأمر هذا. فإذا كان شخص معين أنه يتطوع فربما أنه يتصل بهذا الأخ الكريم على أساس أنه تعالى سيكون له أجر كبير لأنه سينقذ شاب لأنه كان هذا نموذج لأنه مجموعة من الناس اللي محتاج للدعم دعم وعير كلمة طيبة عير وقوف عير توجيه معين راه لا يكون كبير عند الناس حتى في الشرع الإسلامي أنه كلمة لا تلقي لها بالا قد تهوي بك وقد ترفعك. فعير واحد كلمة طيبة واحد توجيه صادق فأنه يعني أكيد أنه سيصل. يعني الكلام الذي ينطلق من القلب فهو يصل أكيد يصل إلى القلب. تمنى له التوفيق بإذن الله وجميع طلبة وتلاميذ للإجازة والسنة البكالوريوس كنتمنوا لهم التوفيق والسنوات المقبله ايضا كنتمنوا لهم التوفيق والنجاح ونتمنوا ان جميع كل شيء يفرح. هو للاسف كتكون صعيبه شي شويه هذه المرحله مي نتمنوا كل شيء انه يفرح وكل شيء انه يتوفق وينجح باذن الله. ماشي الدواجن ماشي اللي قال فوالا ايفيكتيفون. اذا غناخذوا معنا رساله كتقول سلام تام بوجود مولانا الامام وبعد التحيه والسلام كنشكركم جزيل الشكر على هذا البرنامج الشيق. سيدي الدكتور اود أن أسألكم لكي ترشدونني إلى طريق الواجب سلكه من أجل أننا نفرق التركة ديال المرحوم الوالد ديالي بعد ما توصلناش لأي حل سلمي وحبي مع زوجة الأب. وفي انتظار ردكم تقبلوا مني فأقل حسن التقدير كما أطلب الله أن يوفقنا جميعا ودمتم في حفظ الله ورعايته والسلام. سيد عبد الله من الرباط. اللهم امين. إذن يعني بالنسبه اول خطوه خص يقوم بها على الاقل يمشيوا يقوموا يعني باحصاء المتروك لدى عدلين يعني منتصبين الإشهاد وهما اللي غادي يقوموا بهذا الإحصاء المتروك ديال يعني ما خلفه يعني المورث. وبالتالي أنه إذا تم الأمر يعني بعد إحصاء هذا المتروك وبعد إنجاز كذلك يعني رسم ديال الإراثة إذا كان الأمر يعني أنه سيتيسر بالاتفاق بين جميع الورثة على أساس الفريضة الشرعية للذكر مثل حد الأنثيين وكذلك في إطار الأنصبة يعني المحددة يعني شرعا وقانونا هنا يعني الأمر ينتهي. لكن في حالة أحد الورثة أنه يعني يمتنع عن هذا الحل الحبي فما كيبقاش إلا المحكمة كحل أنهم يلتجؤوا المحكمة من أجل يعني رفع دعوى ديال القسمة وبالتالي أن المحكمة ستقوم بتعيين الخبير من أجل يعني تحديد الأنصبة لكل وارث في إطار العقارات التي عادت لهم من طريق الإرث. نعم. إذا نقول السي عبد اللطيف من سطات اللي ربما عنده مشكل ديال الأرض ديال الأرض فلاحية بأنه توصلنا بالفاكس ديالو بطبيعة الحال. أنا عاد سلمته دابا الأستاذ سعيد النووي إذا غيطلع عليه ويجاوبنا الجواب الشافي إن شاء الله الأسبوع المقبل إذا حتى أنا نوصلوا المعلومة. وأيضا هناك رسالة أخرى اللي ما نقدرش نقراها كلها هي في هذه الحلقة لأنه طويلة بزاف يعني في شيء كامل مكتوبة فيه مراسلة من سي سعيد. أنا كنقول له هو سي سعيد اللي كيتواصل معنا. أنا كنقول له سيدي بكل فرح نجاوبوا على المراسلة ديالك. أنا غنحاول نحولها الأستاذ سعيد النووي باش يطلع عليها بسعة وقت يعني ماشي لأن وقتنا ضيق ما يمكنش يطلع عليها دابا. إذا نخلي له فرصة باش يطلع عليها وإن شاء الله نجاوبك في الحلقات المقبلة بإذن الله. على بركة الله ناخذ مكالمتكم معنا معنا السي إبراهيم من الدار البيضاء. مرحبا بك سيدي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا تفضل سيدي. بغيت نهضر مع الأستاذ عفاف الله يجزيك بخير. تفضل سيدي كيسمعك. مرحبا سيدي كنستمع لك. كاين عندي واحد المشكل مع واحد السيد واحد مصاب. هذا كان صديق ديالي وما كنتش عارفه بالله هو ديني بالله مصاب. نعم. المهم كان بغيت يتشارك معايا. وما داك الشيء فرض عليا في سميتو عجبني شي داك سميتو وانا ما ديت ما جبت. غيتشارك معك فاش؟ غيتشارك معك فاش؟ غيتشارك معايا في واحد المحل تجاري غير مونتري.
تجاري محل تجاري محل تجاري باش غيتشرك معك هو بالفلوس ولا بالصناعه قال لي قلت له اللي بغيت نشركوا غادي نديروا شركه بيني وبينك اما المحل المحل الا بغيت نديروا سميتو الشركه بسميت المحل خصني نديكلاري المال للمحل واسستي الشركه باش نعم اسستيها اياك قال لي اول لا ما يحتاج قال لي لا ما يحتاج مال للمحل قال لي بلا محل بلا مال للمحل تعطيني غير روسي نعم قال لي غادي نصاوب انا شركه بيني وبينكم حتى واحد ما غادي يكلو ودي لا يمكن شادي راه كيتسناها الزواج قال لي لا لا هذا خدامي بزاف ديال الناس نعم عيط لواحد السيد قال لي الخطابلي ديالو هضر معاه وقال له انت فاهمو هضر معاه هذاك الخطابلي السلام عليكم وعليكم السلام قال لي قلت له ودي اسمح لي القضيه الشركه راه كنعرف انا عندي بيت مني ديال الشركات الشركه خاص تاخذ سميتو الاذن عند مول المحل باش دير السميه ديال الشركه على سميتو على المحل قال لي لا 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 قال لي عطيها الروسي صافي قال لي راه حنا خدامين شحال من شركه ديالنا بس راه كنصوب داك الشيء ما تخافش هذه هذه نعم واخا يكون خير ان شاء الله مع راسي يكون خير المهم قطعت معاه داك الشيء قلت له دير القضيه ديال سميتو ما نقدرش نسول واحد الصديق ديالي كوطابلي وداك الشيء نسول واحد المحامي وهذيك الساعه يكون خير نعم المهم سولت داك الشيء قال لي ودي لا دير فهاد الزهور هاد القضيه هذه ما فهمتيني نعم اه تبدلت معاه مول وداش الايام واحد النهار ويجي لعندي قال لي راه عندي في عندي شي سلعه عندي شي جاكيطه عندي واحد 750 جاكيطه ديال الكوير الا عندك شي شاري كي واخا يكون خير جيب لي شامبي جاب لي سته الحبات ديال سته الكويرات جاكيطات قلت له الثمن شحال قال لي 750 درهم الوحده قال لي ولكن لا الثمن اللي غياخذ عندي كل شيء كي واخا نشوف اللي عرضتهم على في السوق وداك الشيء ما 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 قبلوهمش غاليين ما كيفوتوش لي 400 درهم وداك الشيء ما بقاش عندي كنعيط له التليفون كنلقاه مكفي بقات تقريبا هذوك الجاكيطات عندي ست شهور وما عندي واحد المره تجي على غفله سالم من هذه خبير الغبره قال لي راك مسافر في الشينوا المهم قال لي لك العمل قلت له مازال باقي جبت له سميتو قلت له ديك التمر غالي قال لي لا صافي ديك السلعه تباعت صافي اه مشى واحد ثلاث ايام ويرجع لعندي قال لي راه عندي شي سلعه ولا تشوف لو شي واحد ياخذها قلت له شنو السلعه قال لي السلعه ديال قال لي راه كنز واحد السلعة قال لي كنز خديت واحد السلعة قال لي عند واحد الدروغلي قال لي سلعة كثيرة اه يعني كنز بتعبير المجازي ماشي زعما كنز يعني شي حاجة تسعى فيها الربح نعم قلت له شحال السلعة قال لي المهم كتشوفها وغادي دير الثمن مشيت انا ويا لما السلعة بالفعل سلعة كثيرة واحد المعال عامر داكشي ديال الكونفلورات وش سميتو ديال الديكاجورات شي خردة نعم داكشي ديال برا ولتيات يعني وبوستات الصدور فهمتيني داكشي كثير نعم قلت له قال لي قلت له شحال هاد السلعه قال لي دير لها الثمن قلت له شنو نقول لك ديك الخدمه غتكون شي 15 مليون هذه السلعه ولا سميتو قال لي راني شريتها ب 20 مليون اه لا بالك شي شاري كي واخا يكون خير شوي وقال لي اش غدير قال لي تاخذها عندي انت كي ودي ما عنديش لا سميتو انا ما نقدرش ناخذها بوحدي صعيبه عليا قال لي انا غادي ندير معاك تسهيلات قلت له بحالاش قال لي المهم شحال تعطيني فهاد الرباح؟ شوف شحال خديت 20 مليون قلت له نعطيك 2 مليون رباح قال لي لا تعطيني 40 قلت له لا بزاف قلت له النص بالنص بزاف قال لي واحد الشغل دير انا غندير ما غنجي معاك من الاخر قلت له نعم قال لي غتعطيني 30 مليون وشوف شحال دير هو دابا هو عنده الاسلوب ديالو باش كينصب وانت اختي هاد السلعه اختيها؟ خدتها غير سي ابراهيم الله يخليك حاول تسرع شويه لان كاينه مكالمات اخرى كتنتظر واخا باش نجاوبوك ونجاوبو ناس اخرين تفضل المهم درت معاه سميتو قال لي شوف اعطيه بشويه بشويه قلت له شحال غادي نديرو قال لي خويا خويا شحال بغيتي قلت له غنديرو العام نعم قال لي واخا ماشي مشكل ضربنا سميتو جات 25000 درهم في سميتو 25000 درهم في الشهر اه 25000 درهم في الشهر صافي قال لي قلت له نمشي باش نديرو شي سميتو عقد بيناتنا قال لي اعطيني غير لاكارت ديالك بلا ما تمشي انت كاين كلشي كيعرفني بالجامعه كيعرفوني بكي الجزائري هادي 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 تقفي السيد لان غير اسلامي والحياه وداك الشيء ولكن خطر من المقاطع بلا ما ندخلو في التفاصيل كمل المهم عطيتو الفوتوكوبي ديال لاكارت دار العقد جاب لي العقد اعتراف بالدين 30 مليون اييه فهمتيني؟ اييه وموقع عليه وقعتي عليه وجاب معاه هذاك اللي من الجامعه جابوا معاه كان ذاك النهار وقعتي قدامه كانت الجامعه ديال اللي ضرب
هي وقعتي واخا السي ابراهيم، واش انت وقعتي على هذا الاعتراف بدين بانه كيتسال 3 مليون؟ وقعت الاعتراف بالدين وداك الشيء، واش غادي يوقع؟ اش وقع؟ المهم قال لي صافي غدا شي دير السلعه ديالك. اييه مشيت باش غنجيب السلعه، لقيت السلعه كلها تهزات، خلى غير داك الدغدغ وسميتو داك الشيء. لا حول ولا قوه الا بالله. قلت له واش هاد سميتو؟ قال لي لا السلعه بديت راه نتعاون معاك دابا، ما عندكش وداك الشيء، السلعه راه بعتها، راه باقا عندي شي حاجه في سميتو في الديبو، والسلعه الاخرى اللي بعتها انا غنمشي نتخلص من عند السيد وغنجيب. قلت له شحال بعتيها؟ كاين كنجبد له تبعت لي السلعه وديتها تسميت وتصرف انت. قال لي بغيت نتعاون معاك، وهذوك كاين سلعه اخرى احسن من هذه وهذه وهذه. واخا دابا واش رفع عليك دعوه السي ابراهيم ولا شنو وقع؟ هذه رفع، عطيته 8 مليون و200 الف فرانك بلا روسي بلا حتى شي حاجه. وصلت مع 8 مليون و200 الف فرانك، واحد النهار جا عندي قال لي بغيت تعطيني الفلوس كلها. لا ولكن انت دابا الغد ليه لقيتيه داليك داك الشيء وعطيتيه 8 مليون. وصل مع 8 مليون. دابا بتسنتي لي دار لي واحد الكلاميس ما شاء الله ما شاء الله. لا اله الا الله. لا دابا بلاتي السي ابراهيم باش السي ابراهيم باش نفهموا لانه هادشي فيه، لان قلتي لنا بانك درتي معاه كل شهر عطيه 25000 درهم. 25000 درهم يوجع عندك، درتي الاعتراف بدين ياك؟ لا دابا مشيتي الغد لقيتي، يعني بغينا نفهموا. دبرت على شي حاجه الفلوس، انا بغيت نحيد. لا غير بلاتي السي ابراهيم فوالا. دابا خصنا حنا نفهموا باش يمكن نوجهوك. يعني دابا الاعتراف بيدين، وقيلا عطيتي انت الفلوس قبل ما تسيني الاعتراف بيدين، الغد اللي لقيتي السلعه ما كايناش. 8 مليون و200 الف فرانك. ودابا كيطالب 30 مليون تعطيها لي كلها زائد 8 مليون. هو مشى دار لي دعوه وداك الشيء، وانا عندي الشهود بان السلعه تهزات. شد لي من المحل اللي باع لي السلعه. اها شهد لي وشهد لي. ودرتي شكايه للوكيل الملك؟ درتي شكايه للوكيل الملك؟ درت شكايه للوكيل الملك. اييه وشنو وقع؟ شكايه ما مشات لعند البوليس عيطوا لي تصنتوا لي وتصنتوا للشهود. اييه هو وعاود رجعت، هو كان مشد ديك الساعه تشد 10 شهور كان شد على واحد الفيلا حاجه اخرى قهوة. قال لها انت صارتي هي اللي تناسب على مولاها واحد التونسي. وسميتو كتغد اللي ما سمعت انا من عند سميتو كتغد لي 10 سنين وعطى الفلوس وداك الشيء، خرجوا لي 10 شهور. لا ما ندخلوش في هاد التفاصيل السي ابراهيم. الشكايه ديالك فين وصلت؟ نبقاو في المشكل ديالك. الشكايه ديالك فين وصلت؟ المشكل ديالي انا قلت لك تصنتوا لي وتصنتوا للشهود وداك الشيء، رجعت لعند سميتو لعند وكيل الملك عاود ردها لهم باش يتصنتوا لي هو. ضروري ضروري واش كل مره كنمشي للبوليس كيقول لي لا خصك تخرج لا ما لا لا لا, لا انت غتمشي عند شوش غادي دير السي ابراهيم؟ غتمشي عند السيد وكيل الملك غتقول ليه السيد راه معتقل في الدار البيضاء. في الدار البيضاء تطلق ولا دابا كمل 10 شهور؟ تطلق. اذا لا تطلق خصو يستمعوا ليه. تطلق شهر 8 شهر 8 هذا العام اللي فات. دونك خصو يستمعوا ليه. نعم خص. وكان مستانف على ديك 10 شهور، زادوه باللي خرج كمل 10 شهور وخرج من بعد جاته عام بحال شهرين بقاو كيتسالوا حكموا عليه 260 مليون وردوا البرطمان مولاها وردوا القهوه مولاها وداك الشيء داك التونسي. لا لا انت دابا قول لي الشكايه ديالك عاود رجعوها باش يستمعوا ليه. دابا انا تصنتوا لي دابا هذا شي 20 يوم هذه مشيت لعند البوليس واخا ورجعوها للوكيل الملك 20 يوم وردوها للوكيل الملك. دابا انا عندي دابا في الدراسه. دابا كاين في الدراسه. دابا كاينه في الدراسه. كاين دابا 5 شكايات ضد دابا. لا لا غير انت خليك خلينا فيك السي ابراهيم الله يخليك. غير انت باش نعاونوك، ما غاتبقاش تهضر على ناس اخرين، هضر على راسك انت. الله يرحم لك الوالدين. دابا بالنسبه لك انت ما عرفتيش شنو راه حكمت له المحكمه ب 27 مليون في الصالح ديالو هو. لا واش فهمتيني ولا؟ بلاتي انت بلاتي الشكايه رجعت عند وكيل الملك ياك؟ دابا في الدراسه. رجعت عند في الدراسه دابا باقي ما خدش فيها الوكيل الملك القرار. لا مازال دابا مشات جوج مرات وهذه هي الثانيه ترجع له بعد وكيل الملك. لا قلتي استمعوا ليه دابا. لا استمعوا ليه راه ولا الملف جاهز، خص وكيل الملك يعني صافي تصنتوا لي عيطوا لي البوليس قال لهم تصنتنا عليه وداك الشيء. اذا صافي وقبل لي سيدي السيد قال لكم حكموا له ب 27 مليون. اسبوع ترجع لها الشكايه لوكيل الملك. بهذا هذاك الحكم عطوني النمره ديالها بديت للمحامي. واخا بلاتي السي ابراهيم دابا هذاك الحكم اللي صدر غادي تقول للمحامي ديالك باش يدير ايقاف التنفيذ على اساس الشكايه اللي قدمتي انت في مواجهه ديالو بانه نصب عليك وبانه خدك فلوسك وخدك السلعه ديالك. ايقاف التنفيذ باش يتوقف التنفيذ ديال هذيك يعني الامر بالاداء اللي دار هو ضدك باش انه يتوقف، وحتى ياخذ السيد وكيل الملك ياخذ القرار ديالو بالمتابعه، وملي تحال على المحكمه غيتحاكم ويصدر الحكم، ديك الساعه غادي تلغي هذاك الحكم باعتبار ان السيد نصب عليك وخاذ لك السلعه ديالك. نعم صافي السي ابراهيم كلشي واضح؟
اذا شكرا اخويا جزاك الله خير. مرحبا مرحبا، نتمنى لك الخير باذن الله سيدي. واذا ربما الخطوه واضحه، خاصو يمشي دابا يدير ايقاف التنفيذ كخطوه اوليه في انتظار انه المسطرات تاخذ المجرى ديالها بطبيعه الحال. غادي نمشيو ناخذوا معنا لاله فاطمه من تماره. مرحبا بك لاله. مرحبا بك لاله. الله فيك. الله يطول عمرك. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اختي بغيت نشكركم بزاف لاله سكينه. مرحبا بلاله العظيم استاذ سعيد نعم. العفو العفو. الله الله العفو لاله. فيدنا بزاف الله العظيم. العفو لاله. مرحبا احنا في الخدمه لاله. تفضلي لاله. بارك الله فيك. الله يجزيك بخير. عندي ثلاثه الاسئله واخا بخصوص النفقه. نعم. عندي الله يجزيك بخير، بغيتك تشرح لي كيفاش الاقتطاع من المنبع. واخا السؤال الاول. السؤال الاول. سؤال ثاني. السؤال الثاني دابا عندي درت المحاميه، ومهم الاول كانت خدامه معايا مزيان، دابا المهم وقع شي حاجه ما بغاش تخدمني. المهم انا بغيت التنازل ديالي، ومنين طلبتو ليها قالت لي طلبت لي شي مبلغ خيالي، يعني صافي يعني في يديها كل شيء. انا خرج لي الحكم خرجت لي تقريبا شي 500 درهم ديال البنيته، عندي بنيته صغيره. نعم. 500 درهم ديالي انا. نعم. دابا حيت انا مازال ما طلقتيش، فهمت ملي قلت لي النفقه ديالك حتى باقي ما طلقتيش كملي. السؤال الثالث. السؤال الثالث بغيت نشوف زعما كيفاش ندير، واش زعما نخلي لها الدوسي ونمشي نعاود دواء وحده اخرى، ولا نشوف كيفاش ما عرفتش. لا الا كان الا كانت هي اللي قامت بالاجراءات ديال التبليغ والتنفيذ، راه غتبقى هي اللي يعني هي اللي يعني الوكيله ديالك، هي اللي كيبقى عندها الملف كيتحكم بسميتها، يعني تتنفذ بسميتها، ومن بعد كيتحال على 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 يعني الصندوق ديال الاداءات والودائع ديال المحامون، وكيتم اتفاق معها. انا غنجاوبك على هذني فعلا، غندوب للاخر. الى وقع نزاع بينك وبين المحاميه حول حول يعني المبلغ ديال الاتعاب، عندك الحق اما ان هي غدير طلب للسيد النقيب باش يحدد لها الاتعاب ديالها، واما انت تلتاجي للسيد النقيب باش يحدد الاتعاب المستحقه عن هذوك الاجراءات اللي قامت بهم في الملف ديالك، ياك؟ في حاله انه ملي غادي يصدر هذاك يعني المقرر ديال تحديد الاتعاب او قرار تحديد الاتعاب ديال السيد النقيب، هنا غادي 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 يعطيوها هي المبلغ ديالها المستحق من دوك المبالغ اللي تنفذات، والما باقي كيعطيوه لك. الا كنتي في الدار البيضاء راه كيعطيو كل واحد كيعطيو الشيك ديالو، يعني الشيك في سميتك انت والشيك في سميت المحاميه ديالك. هذه من جهه. الى في حاله لانه الزوج ديالك امتنع عن اداء ديال الواجبات يعني ديال النفقه، ممكن انك حيت حتى ما كاينش طلاق، الطلاق ما كاينش، باش انك تعني الطالبي وانت خارجه على الدار. سمحي لي هذا السؤال عريض، انت خارجه على الدار ولا معاها في الدار؟ خرجت انا من الدار. خارجه من الدار. اذا قولوا قولك بان باعتبار انه حتى ما نفقش من بعد، انت اللي غادي يعني كتبتي امام المحكمه بانك انت ما كتنفقش عليك، فهنا ممكن ديري طلب رئيس المحكمه اللي لم تنع، ديري طلب رئيس المحكمه على اساس انه يتم الاقتطاع مباشره من الاجر ديالو، الا كان خاصه انه كيتخلص من الدوله، يعني عموما من الخزينه العامه. الا كنتي كتقاد الاجر ديال الخزينه العامه، فهنا ممكن انك يعني بهذاك الامر ديال السيد رئيس المحكمه اللي تابع الدائره ديالكم، اللي غادي هو يعني تاخذي هذاك الامر وتستبلغيه يعني المصلحه اللي فيها الزوج ديالك، وبالتالي انه كيبداو يقتطعوا عليه مباشره من الاجر ديالو، وتيصيفطوا لك انت مباشره باعتبار انت مستحقه للنفقه والبنت ديالك. نعم. واضح لالا؟ الو لالا فاطمه. نعم. واضح لالا؟ نعم. بغيت نسولك الله يجازيك بخير، هذا الطلب هذا واش وانا مع المحاميه يعني موكله المحاميه ولا لا؟ دير المحاميه دير لك هذا الاجراء، لانه ممكن ديروا المحاميه، ما كاينش مانع انه ديرها لك يعني بالنسبه للاجراءات كلها ممكن يديرها المحامي، اذا كنتي ممكن عندك المام بالقانون او عندك يعني الاستطاعه انك تقومي بالاجراءات بوحدك، حتى واحد ما غادي يمنعك من طبيعه الحال، هذه كقاعده عامه، ولكن الا ما كانش عندك وقت او ان الاجراءات ما تقدريش ديريها او هذه، فالمحامي يساعدك في كل الاجراءات، لانه اصلا هو يعني هذه مهمه ديالو، هذا الاختصاص ديالو. ناخذوا معنا ساره من الدار البيضاء. مرحبا بك لاله ساره. مرحبا لاله ساره. الو وي لاله. تفضلي لاله. مرحبا. وي شكرا. بارك الله فيك. كنسمعوك لاله ساره. تفضلي. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. سعيده اللي دزت لي الخط. مرحبا بك. بزاف على هذا البرنامج وبرامج الجميع ديال ميد راديو. تنشكر استاذ الناوي. مرحبا بارك الله فيك. على المجهودات. العفو. الله يخليك. راه عندي سؤال بالنسبه لواحد البيت خلاه الاب ديالي الله يرحمه، دابا توفى 14 عام، ماشي 14 عام 19 عام باش توفى الله يرحمه. نعم. وخلى الكاري تما. اها. داكوغ.
دونك خلى الكاري بقى دابا شاد تما الدار، الدار تقريبا مخربه لان الديور طلعوا عند عليها على حداها بثلاث ايطاج، وهي باقي فيها غير محله تجاريه لتحت. هو كان كاري محله تجاريه وواحد البيت كيف بقات الدار مخربه، وهو لحد الان كان انقطع على باش يعطي الكرا. عطينا لواحد المحامي اخر، المحامي الاخر تقريبا محل ما دار فيها والو، والسيد الاخر استغل المده تقريبا. هو كاري دابا راه تقريبا شي 40 عام باش هو كاري تما، بحال ولا مستولي عليها دابا. منع علينا تقريبا الدار تسجلات وتحفظات ودخلنا مع في الحكم كما كيخلص الكرا، ومن بعد كنا رفعنا عليه دابا باش يخلص، باش دعوا على انه ما تيخلصش الكرا باش يخرج، ومشى جمع السومه الكرائيه وحطها في الصندوق. نعم داكو. دونك لحد الان دابا دافعين المهم لحد الان ما تاخذ حتى ما كاين حتى شي. ولكن اشنو طلب، اشنو طلبتوا من المحامي نتوما، اشنو طلبتوا منه؟ طلبنا منه على اساس باش يدير الافراغ. وهو حيت المسطره اللي مشى فيها المحامي ديالكم انه صيفط ليه انذار وعطاه الاجل، وبالتالي انه داخل الاجل ربما وضع دوك المبالغ يعني اللي بالذمه ديالو اللي ما خلصهاش الواجبات الكرائيه حطها في صندوق المحكمه، ياك؟ داكشي هنا اللي غتقلبوا، واش انه دار دعوه ديال الصلح؟ الا ما دارش دعوه ديال الصلح هنا مشكل، لانه هنا غادي يكون انه محتل بدون حق وسند، ويقدر انه يعني يقوم بالطرد ديالو عن طريق المحكمه، يدير دعوه ديال الطرد المحتل باعتبار انه ما قامش بدعوه ديال الصلح. حيت ملي ما كيديرش دعوه ديال الصلح كيسقط حقه في الدفاع عن حقه في اطار الظاهر ديال 24 ماي 1955. هذه من جهه. ثانيا من حقكم انكم تسترجعوا المحل، يعني واخا يؤدي الواجبات الكرائيه من حقكم قانونيا المقابل اللي خصكم تاديو في مقابل استرجاع هذا المحل تاديو التعويض، لان المحكمه ملي كتطلب استرجاع ديال المحل يعني المحكمه كتحكم تلقائيا بعد ما كيطلب، ماشي تلقائيا وكيطلبها يعني المكتري كيطلب تعيين خبير من اجل تحديد تعويض المستحق او المناسب عن افراغه من ذاك المحل والاضرار اللي غادي تصاب ديالو الى غير ذلك. وهنا المحكمه كتعين خبير باش تقوم المحل، تشوف شنو هي القيمه، يعني القيمه الاقتصاديه ديالو ان صح التعبير، القيمه الاقتصاديه ديال هذا العقار هذا او هذاك المحل او الاصل التجاري، وكتحدد هذاك المبلغ. المحكمه كتحكم بالافراغ وفي نفس الوقت كتحكم بالتعويض لهذاك المكتري. الى مثلا في حالات معينه انه الخبير كيحدد واحد المبلغ يعني كيقدر يكون كبير جدا او باهظ، وما عندكمش مثلا الامكانيات الماديه من اجل هذاك التعويض، عندكم حق كدير واحد المسطره اخرى اللي كتسمى حق التوبه، انكم كتراجعوا على هذاك يعني استرجاع المحل، ما كتطالبوش استرجاع ديالو، كتسمى يعني ابطال المسطره، وبالتالي انه ممكن تطالبوا فقط بزياده في السومه الكرائيه اذا كان مثلا المحل انه يعني مثلا ما تزادش السومه الكرائيه يعني مده طويله. باقي نقطه واحده وهي انه احتم الاهمال راه عنصر من عناصر الافراغ. في حاله انه تم انه العين المكترث انه مهمله بشكل معين ولم يتقم بالصيانه ديالها والحفاظ عليها، فممكن يديروا معاينه وكذلك يطالبوا بالافراغ ديالو باعتبار انه اهمل هذا العين. يعني ربما استاذ سعيد حتى في التماطل الى النوبه كراوه دعا والنوبه جي عاوتاني يدعي دعاوه ودا والنوبه ثاني يعاود يدعيوه يدير حتى عناصر اللي هذا فكرة تجاري، ولكن كقياس انه الظاهر ما تتكلمش على هذه المساله هذه الظاهر 55 غنشوفوا، ولكن كقياس بالفعل لانه قدر المحكمه تمشي في هذا الاطار، لانه ما يمكنش هذا واحد النوع من التعسف، لانه هذاك التزام خصو يقوم به لا ينتظر انه حتى يصيفطوا ليه انذار عاد باش انه يؤدي الواجبات الكرائيه. حنا اكيد مازال مستمرين معك طبيعة الحال استاذ سعيد النووي، غادي نمشيو فاصل غنائي قصير ثم فاصل اعلاني وراجعين نواصلوا دردشتنا القانونيه دائما مع الاستاذ سعيد النووي، استاذ جامعي بجامعه الحسن الاول، محامي بهيئه الدار البيضاء مقبول لدى محكمه النقد. بغيت الحب رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام على ميد غاديو، مازال مستمرين ومازال مواصلين معكم دائما هذا اللقاء المباشر برفقة الأستاذ سعيد النووي، أستاذ جامعي بجامعة الحسن الأول، محامي بهيئة الدار البيضاء مقبول لدى محكمة النقد. وغادي نمشيو للحظة نواصلوا في استقبال مكالماتكم موفينا الكرام على 0522 46 72 50 أو 51 أو 52. أيضا يمكنكم تواصلوا معنا عبر الفيسبوك والصفحة الرسمية للبرنامج اللي هي الحل بين يديك، أو عبر الإس إم إس كتابتكم حل خليو فراغ وصفتوا السؤال ديالكم 50 80، ثمن الرسالة 6 ديال الدرهم احتساب الرسوم. ناخذوا معنا مباركة من الدار البيضاء، مرحبا بك لالا مباركة. اختي لاباس. مرحبا بلالا تفضلي. لاباس بارك الله فيك. تهضر مع سعيد الله يحفظك. تفضلي لالا. مرحبا لالا تفضلي لالا. شوف سعيد خويا حنايا عندنا دارنا فيها 5 ناس. نعم.
وجبنا واحد ولد طفلتنا وكابر معانا هو الخامس. نعم. وعطيناه الأوراق، الأوراق ديال الدار، دخلهم الشركة مع ولد بحال ولد منا. دخلهم الشركة؟ اه ولي حيت هو خدام في الشركة، ولي حيت هو خدام في الشركة، وحنا ما عندنا زعما اللي ما عندنا حنا حتى شي ورا، خدامين غير غير على ديال روسهم، هو بحال ولي ضمننا. واخا كملي ايه؟ هو الضامن ديالنا. نعم. دابا البارح اللي بغاو يبغاو حقهم الدراري داك الشيء بغاو حقهم، قال لهم لا انا ما غاديش نعطيكم، حتى نعطيكم غادي ناخذ منهم شي نصيب. سحبوا مع المخزن الباح دازت الفلسة نكر نكرهم كاملين. دابا عندنا حنايا واحد الورقه ديال الاعتراف معترف براسو في عطاتو فلوس الحمراء، ورقه الاعتراف بان انا دمتر غير ضامنهم، غير ضامنهم الشركه. في حقيقه صراحه راني ما فهمتش شنو هو يعني المشكل اللي دابا احنا عندنا قلتي خمسه بدات كتبوا في الدار خمسه ديال الناس، هذاك ولد طفلتكم هو الخامس ياك، هو خدام في شركه، هو خدام في شركه، الشركه ديالاش خدام فيها هو؟ خدام شركه ديال طولي. اييه طولي زعما كيخدم في طولي. طولي هو اييه. كيفاش ضمنكم نتوما؟ فاش ضمنكم؟ حيت حنا دابا بغينا نتسلفوا شي فلوس من البنكه. اه اذا هو كضمانه، فهمت؟ هو ضمنكم في هذاك الدين اللي خدتو كريدي، خدتو كريدي ورقه الوراق ديال الدار دازو عنده هو. لا هو دابا نتوما رهنتوا الدار وكذلك هو ضمنكم كذلك من الفوق. اياه اخويا اياه، بمعنى انه هو اللي غادي يبدا يدي دوك تادوا نتوما يعني القرض ديالكم او الكريدي ديالكم. اياه. والا ما اداش هو اللي كيأديه. هو اللي كيأديه. واخا اياه. فين هو المشكل؟ المشكل دابا اللي بغينا الدار، قال لهم داك صحاب سميت البنكه قال لهم ضروري خاص الدار تسجل وتحفظ. ما مسجله ما محفظه. لا دابا سجلوها همايا وداروها في سميته. وحنا كنأديو الواجب ديال فهمتي، وحنا كنأديو الواجبة ديال الشهريه، حنا عندنا الوراق وكل شيء، كنأديو الواجب. واحد الدري لوسي حتى مسكين هذا، شكون اللي كتبها في سميته؟ شكون البنكه كتبتها في سميته؟ من والي البنكه اللي كتب قال لك خاص واحد مول اللي ضامن هو اللي تكون الدار مسجله وحافظه في سميته باش حنا ندوزو لكم هذا. من حقهم انهم يدخلوا في هذا الاطار هذا، انهم يعني يسجلوا ولا يحفظوا سميت واحد شي واحد. هو فقط يعني من وشنو هي الدعوه اللي درتو نتوما دابا في المحكمه؟ شنو هي الدعوه اللي درتو؟ بغينا حنا كل واحد ياخذ النصيب ديالو، وهو ما كانش هارب لينا شويه، دار عب وحده قال لكم لا هذه وحده ما غاديش نعطيها كاع بالكل، واحد السيد مسكين روسي انا عاطي اكثر منا حنايا، وقال لك حنا مسامح ليكم صدقته هو ضاربو. لا دابا الدعوه اللي درتو من الدعوه ديال القسمه ولا درتو شكايه للوكيل المالك؟ شنو اللي درتو نتوما في المحكمه؟ بغينا كل واحد ياخذ النصيب. لا درتو قسمه كامل مباركه. درنا شكايه للوكيل المالك. هاد الشكايه شنو هو العنوان ديالها؟ شنو باش درتو؟ شنو يعني السبب اللي درتوه اللي درتو عليه الشكايه؟ شنو سميتوه؟ حنا دابا اللي قالوا ليه بغينا كل واحد تعطيه الحق حيت قريبه تكمل الدار. لا غير قولي لي واش درتو شكايه من اجل مثلا تصرف في تركه بسوء نيه ولا الناس ولا الاحتيال ولا حيت هو قال لهم بلي تناقش معاهم، قال لهم انا غندير لكم كل شيء، كلكم غنخرجكم برا. ايه وهذا الشيء كي درتو؟ هذا الشيء كي درتو ديال النصب ولا اش درتو؟ الاحتيال ولا وسمعوا لكم البوليس؟ سمعوا لينا وسمعوا ليه حتى هو. اييه ودابا رجعوا الشكايه لعند وكيل الملك؟ لا واحد الاعتراف كان عنده. هذا الاعتراف شنو فيه؟ شنو فيه هذا الاعتراف؟ بان معترف بان انايا هاد الناس انا غير ضامن ديالها. لا هاد الاعتراف دليتو به نتوما للشرطه البوليس؟ اييه حنا درنا في كاطريا يعني. اييه ودابا شنو المطلوب لالا مباركه؟ شنو اللي بغيتي تسولي عليه؟ المطلوب ديالك بغيت غنسولك قولي لي. دابا عطينا اخر جلسه في شهر 6. لا ولكن دابا باقي ما كاينش جلسات. دابا يلا قلتي لي الشكايه عند وكيل الملك. اه باقي ما خدش فيها القرار، باقي ما دارش المتابعه ديالو. باقي اذا علاش اش من جلسه كتكلمي عليها لالا مباركه؟ غادي تكون في الشهر الجاي. لا اش قلتي لي راه الجلسه يلاه دازت، الجلسه ديالها سيدي دازت البارح. ديالها الجلسه. واش كتقصدي بلاتي لالا مباركه، واش كتقصدي باللي في شهر 6 غيسالي الكريدي وقال؟ اييه غادي يسالي الكريدي وبغينا نفرقوا الدار. هكذاك لا بلاتي دابا باش فرقوا الدار بلاتي، هو السيد راه الدار مكتوبه بسميته. هو دابا مشيتو دابا انتوما صوبتوا شكايه تقدمتوا بها للسيد وكيل الملك، احالها على البوليس، مشيتوا عند البوليس سمعوا لكم هذا الشيء اللي طرا لحد الان. قال لي باللي هضر هو قال لا. واش دابا في المسطره هذا الشيء اللي طرا لالا مباركه؟
هادشي اللي طرا خصي. غادي ديرها لها مباركه غادي تشوفي محامي ياك اييه وغديروا تعرض امام المحافظ لانه ملي غيديروا المسطره ديال التحفيظ غادي يديروا نتوما التعرض اييه والمحافظ غادي يحيل الملف ديال التعرض على المحكمه وديك الساعه نتوما غتثبتوا بانكم نتوما كتملكوا هذاك العقار ماشي هو غادي ديروا هاد المعطيات كل اللي قلتي لي هاد الوقائع اللي قلتيها كلهم غتقولوهم للمحكمه على اساس بانه هذاك الدار راه ماشي ديالو بوحدو راه ديالنا حنا كاملين وكنا عندنا حق فيها وهنا المحكمة راه عندكم هذاك الاعتراف احتفظوا به هذاك الاعتراف راه كيثبت بانه هو فقط ضامن لكم في هذاك القرض اللي دخلتوا اللي اخذتوا من عند البنكه وحتى البنكه ممكن تدخلوها على اساس بانه راه 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 انتم فقط اخذتوا قرض وكانت هي ما عرفتش انا حيت ماشي من حقها دير هذا الشيء ربما انه يقدر يصيفطوه عند المحامي ديالو او المحامي ديالهم او غير ذلك يقدر يدير الاجراءات ولكن هما ما عندهمش الحق يديروا الاجراءات يسجلوا يحفظوا ما عندهمش الحق لان انتم اللي عندكم الصفه انتم اللي عندكم الحق توكلوا محامي او موثق او غيره او حتى عدل كاع انه ويقوم لك بهذه الاجراءات اما انه البنكه يعني بداتها ما عندهاش الحق ما عندهاش قال انها تسجل وخاصه ما عندهاش ما يثبت ما عندهاش اجراء ما عندهاش وثائق اللي كتثبت انه السيد راه يعني راه عنده ذاك العقار لانه حتى ملي غادي يحفظ اي شخص يقلبوا على سند الملكيه منين جاب هذه الملكيه هذه مين وصلت ليه فهاد الامور كلها ما يمكنش انها غير كوني مطمئن الدار ديالكم ما غتمشيش ولكن انا كنصحك هاد الاجراءات راه ماشي سهله لانه حق كبير بزاف وخصو اجراءات فصبري شويه وشوفي شي محامي اللي يقدر يساعدك باش يدير لك هاد الاجراءات باش يتوقف نعم. هاد الاجراءات اللي دار هاد السيد هذا وناخذوا معنا اخر مكالمه معنا سي ياسين من الرباط مرحبا بك سي ياسين مساء الخير الله مساء النور سيدي مرحبا الله يخليك عندي واحد جوج اسئله للاستاذ النووي تفضل مرحبا سيدي احنا كارين واحد لابارتمون في واحد العماره كنا دايرين كونطرا مع واحد السيد كانت عنده 30% في العماره نعم الور في 2014 باع لابار ديالو لواحد الناس الشريك ديالو اللي مات هو اصلا وعنده غير الوراثه نعم بقينا حنا دابا مع الوراثه اللي ما شفناهمش كاع يلاه القابض اللي اللي قال لنا بان راه السيد اللي كانت عنده 30% اللي دايرين معاه نتوما الكونطرا في السبعينات هذا الشيء توفى لا راه باع الوراثه ديال السيد اللي توفى ومشى بحاله هو الور دابا حنا ما عندنا حتى شي كونتاكت مع هاد الوراثه اللي ولاو هما مالين العماره كامله وهاد القابض تيجيب لينا السميه او نون دو ليريتيي دو فلان ما بيناتنا لا عقد لا والو واش ماشي مشكله استاذ هاد القابض كان الناس كاع ما لا هاد القابض كان كياخذ من عندكم قبل الكراه هو نيت هاد القابض هو نيت وكياخذ من عند باقي المكترين من عند كاع الناس اذا انتم اذا ما عندكم حتى شي مسؤوليه على هاد الشيء ما تعرفوش شكون المالك ديالها القابض كيجي عندكم كيعطيكم وصل ديال الاداء او ديال الابره كتسلموه الواجبات الكرائيه وانتم خليتوا الدماب ديالكم حتى لا كان لا قدر الله لا قدر الله يكون نصب ولا خاض ولا هذا انتم كتكونوا في حل امركم اللي عندكم وصولات صادره عن هذا السيد القابض باعتباره كان كيتوصل بالواجبات الكرائيه ديالكم سابقا مع المالك القديم وثاني ملي حل كيجيب لكم باسم ورثه الناس اللي حلوا محل هذاك هذوك يعني الورثه الجدد فبالتالي غتكون مطمئنين ولكن ممكن دير واحد العمليه انك تمشي للكاداستر تمشي للكاداستر وتقلب على تعطيهم العنوان ديال لابارتمون يعني العماره اللي فيها نتوما وغادي يعطيك التيت فرونسي وغتشوف عطاوني شهاده الملكيه لقيت فيها داك الشيء علاش الله يرضي عليك ايوا تبارك الله عليك انت عارف شنو دير لان عندنا 17 الابارتمون في المبنى ولقيت 17 الوريث كاين دابا في سميتو يعني دخلوا للوراثه ودخلوا معاهم لي نوفو هادي قلت منين داروا 17 عندنا 17 ابارتمون في عماره وداروا 17 الوريث هي كما باغيين يديروا الاحتياج من بعد ياك ما باغيين يخرجونا ياك ما الله اعلم فهمتيني فهمت 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 ما يمكنش تكون كوينسيدونس ديال 17 الوريث مع 17 ابارتمون قلتي هو صعب هو صعب جدا باش يخرجوا هذوك الناس 17 كلها يعني في واحد المده وجيزه صعب جدا لان ماشي كلهم غادي حتى المحكمه غيبان لها سوء النيه لانه الا كان 17 كل غتقدم وربما الهدف كل واحد يستفد من الكرا ديال ابارتمون هذا هو هذا هو المنحل اللي ممكن يكون اللي يمكن نعتقده ويقدر يكون هو هذا لانه باش كيكون كل واحد يستافد من هذيك الشقه اللي قسموا بيناتهم كل واحد ياخذ العائد ديال كل شقه ربما يكون هذا واعتقد حتى ممكن انك تقلب حتى ممكن في محافظه تلقى عندهم عقارات يعني اخرين فاذا كانوا على عقارات اخرين اللي كيسكنوا فيهم وهذا وكافي الاحتياجات ديالهم راه ما يفرغوكمش ان شاء الله واذا المساله الاساسيه من هو الانسان ياخذ الغش ديالو اذا الوصل ديالو ضروري ياخذ قبل ما يدي الفلوس ما تعطي حتى تاخذ بالفعل باش تبقى على هاني الانسان هو اللي يكون ضبط اموره
باش حتى هو من قدر الله وطرات شي حاجه على الاقل تيكون حامين نفسه. استاذ سعيد ما سخيناش بيك دائما اللقاء ممتع ومفيد جدا برفقتك. شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. نهايه اسبوع موفقه ونتلاقاو السيمانه الجايه ان شاء الله وحديثنا على الكراء التجاري. شكرا لك. اهلا اختك. كنشكر مجدورين علامه الادريسي اللي رافقتنا اليوم في الاخراج. سميحه استقبال مكالماتكم. شكرا لكم على حسن الاصغاء والمتابعه. دمتم في رعايه الله. وفينا الكرام والى اللقاء.